Thank you.
Make us always the great thing to say our Father. في واحد سمعنا سمع قدس زايبة نعم وسالفت بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. نعلن بنعمة المسيح رأي لجنة المناقشة في البحث بعد مناقشة الرسالة مناقشة علنية من لجنة التحكيم والمناقشة التي تتضمن الأب القمص الدكتور إبراهيم إبراهام عزمي، دكتور عدلي أنيس عميد كلية اللاهوت، دكتور عايدة نصيف، دكتور فايز صدراك، أب القمص بنيامين المحرقي. قررنا منح الباحث دكتور صيدلي ماجد غالي درجة الماجستير في الدراسات الكتابية من جامعة هولي صوفيا بتقدير امتياز أو بتقدير ممتاز بتقدير ممتاز بما تتضمنه هذه الدرجة من الحقوق والامتيازات مع التوصية بنشر الرسالة. مبروك دكتور ماجد غالي. خليك كده واقف، هناخد صوره جنبك عشان احنا في سكرين كبير هنا قدامنا. زي ما انت واقف كده ما تتحركش، انت وابونا ونيجي حواليهم ثانيه. مبروك.